مريم، دكتور معتز بتاع الصيدلية ومعاه حد عايزين يقابلوكي. خليه يدخل. اتفضلوا. هو ده الحل من وجهة نظرك؟ سهل قوي الواحد يضيع حياته بقرار اهبل زي اللي انت خدتيه ده، بس الأصعب انه يكمل رغم كل حاجة. لازم يقاوم عشان يقدر يغلب الدنيا فيعيش، بس انت اخترتي السهل. لما شفتك أول مرة وانت بتتخانقي في الشارع عشان بس واحد فكر يضايقك، قلت ايه البنت دي؟ ايه الشجاعة والقوة والمعافرة اللي جواها دول؟ كنت أول مرة في حياتي أشوف بنت مش فارقة معاها حاجة خالص كده بتتصرف من غير ما تعمل حساب لا القلق ولا الناس. بس ده غلطان، انت ضعيف اضعف بكتير قوي من انك تعافري. هو انت كنت متخيله ايه اللي هيحصل لما تموتي نفسك؟ ها، ايه اللي هيحصل؟ الكون هيوقف من حواليكي؟ حتى الناس اللي بيقعدوا يسمعوكي وانت بتلعبي مزيكا هينسوا اصلا ان كان في واحده اسمها مريم. هتبقي مجرد شهادة وفاة. خسارة. أنا مش فاهمة حاجة. هو مين ده وإزاي بيكلمك كده؟ يعني في الأول يرسمك وبعدين دلوقتي يكلمك بالطريقة دي كأنك حد يخصه، هو في إيه؟ مش كل حاجة بيبقى ليها تفسير. يا سلام، انت اللي بتقولي كده؟ ما اقولش كده ليه؟ عشان نبرة صوتك مبينه كانك قابله ان هو يتدخل في حياتك. بصي، ما تقوليش كلام انا ما قلتوش. هو انا مش عارفاك يعني يا مريم؟ عايز اعرف مين ده ونيته ايه. اخر حاجه كنت اتوقعها انه يجي ويقول لي الكلام اللي هو قاله ده. طيب، يعني انا عندي سؤال، اشمعنى المره دي؟ يعني اشمعنى المره دي انت مش متمسكه قوي بفكره ان انت تبعدي عن كل الناس وتقطعي علاقتك بكل الرجاله؟ على فكرة هو كلامي ملهوش أي معنى، يعني أنا سايبة الدنيا كده زي ما تيجي بقى. ما هو ده أصلاً معناه إن أنت بتتغيري يا مريم. مفيش حاجة بتفضل على حالها. يا لهوي، أنت اللي بتقولي كده؟ ده أنا كنت بتحايل عليكي إن أنت تنسي حياتك القديمة دي بقى وتفتحي صفحة جديدة وتدخلي ناس عدلة في حياتك. فاكرة كنت بتقولي لي إيه؟ لأ، أنا مش هتغير، أنا مش هدخل حد تاني حياتي. رفضيني. هو أنت عايزة إيه؟ عايزة أفهم. تفهمي؟ أنا أصلاً مش فاهمة حاجة. يا ابني أنا مش بتكلم معاك، يا ابني بكلمك. الكلام اللي أنت قلته فوق ده كنت بتقوله لمريم ولا بتقوله لنفسك؟ بقوله لنفسي يا معتز. أيوه، عشان أنا حافظك صم يا ياسين، وعارف كويس جداً إن الكلام اللي اتقال فوق ده مستحيل يكون لمريم، اللي أنت ولا عارف حياتها ماشية إزاي ولا عارف هي حاسة بإيه. يا سيدي، ومين قال لك إني لا عارف ولا حاسس؟ بس يمكن أنت عندك حق. عندي حق في إيه؟ أنا كنت بقول الكلام ده لنفسي يا معتز. هو إن أنا أسيب شغلي دلوقتي يا معتز مش انتحار؟ إن أهرب وأقدم استقالتي مع أول مشكلة تحصل وأقول أنا زهقت وعايز أرتاح. الهروب مش انتحار يا معتز. القلق اللي عمال ياكل فينا يوم ورا التاني ده مش انتحار. يمكن بفوقها، بس برضه بفوق نفسي يا معتز. وآخرتها إيه يا ياسين؟ يعني أنت استريحت لما رميت لك كلمتين اللي زي الدبش دول فوق؟ يمكن تفوق وتفكر بطريقة تانية. وانت فقت وبتفكر بطريقه تانية بعد ما قلت الكلام ده؟ محدش عارف يا معتز، محدش عارف. بس اللي حصل النهارده ده ممكن يغير حياتي وحياتك. وايه الضمان؟ مفيش ضمانات. مش ده كلامك؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.